السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتورة. يلا نكمل يا أحمد. إن شاء الله. نيرسينج رول دكتورة، هون بقول لك إنه people experience hallucination may be also have distributed thought and may become distributed in other their surrounded. إنه هون بحكي لك اللي هو إنه هذول الأشخاص اللي بيعانوا من الهلوسة ممكن يكون عندهم أفكار مضطربة، هذه الأفكار ما بتخليهم يهتموا بالمحيطين فيهم، يعني بأي شيء بدور عنده. حواليه. هي الفكره ان هي الهلوسينيشن مشكله في البرسبشن، وايضا لما نيجي نراجع زي ما شرحتها في الشيت الاسسمنت شيت من المرات اللي قبل، لما نيجي نراجع المشكلات اللي في الكونتنت او الديستربنس ان كونتنت اوف ثوت اللي هو خلل في محتوى التفكير، هنلاقي الهلوسينيشن احدى هذه المشكلات. تمام. disturbances in behavior and social function can cause اللي هي اللي هي دكتورة، يعني اللي هون بقول لك إنه هذه الاضطرابات ممكن إنها تكون اضطرابات سلوكية، تمام، بتنتج عن اللي هي withdrawal أو poor، تنتج منها اللي هي withdrawal poor self care poor withdrawal behavior. اللي هو انت هنا، هو الفكرة هنا ايه؟ تأثير الهلوسينيشن على جوانب أخرى، منها ان هو دلوقتي احنا قلنا ضمن سلوكيات المريض أثناء الهلوسينيشن هو بيعزل نفسه، مش كده؟ هو تمام. اوريدي منفصل عن العالم بتاعنا الواقعي، وكمان بيعزل نفسه او بيبقى مش مشتت في اللي هو محتوى الهلوسينيشن اللي بيمر بيها، ومش منشغل معانا بالأنشطة اللي بتتم بالفعل. دي اللي هو ايه بقى لما نيجي نترجم الكلام ده؟ معناها ان هو وزرور، في حاله من الوزرور، يعني حاله في العزله، من العزله او الانطواء. طبعا اهتماماته بور سيلف كير، يعني ان انشغاله بالهلوسينيشن هو بيقل اهتمامه بالعنايه بذاته او تحقيق المتطلبات الاساسيه بالنسبه له. وتعد كمان على فكره السوشيال انتراكشن، التفاعل الاجتماعي للشخص، يعد من السيلف كير نيدز. يعني احنا لينا كلنا حاجه اسمها سيلف كير نيدز، احتياجات العنايه الذاتيه او العنايه ان الشخص يعتني بنفسه. من هذه الاحتياجات طبقا للتسلسل والاولويات، اولها الفيدنج والانيمينيشن والهايجين، سواء كان على مستوى البادي او الكلوزس، والسوشيال انتراكشن. وكمان السوشيال انتراكشن يعني هو مقصر فيه او في نقص في سيلف كير ديفيسيت لدى المريض ريجاردنج السوشيال انتراكشن، ان هو منعزف، فبالتالي هو مش بيتفاعل اجتماعيا مع الاخرين او مع اللي حواليه. ففي هنا تاثير من الهلوسينيشن على تحقيق الشخص للسيلف كير نيس، وتحديدا في منطقه السوشيال انتراكشن. بور انتربيرسوناليشن، علاقاته كمان هتضعف. ليه؟ لانه منعزل. ليه؟ لأنه منشغل بالهلوسينيشن، فكله بيترتب على بعض. تفضل يا decrease motivation اللي هو بصير الدوافع عنده قليل الدكتورة، ما بصير له دافع، بيقل الحافز لديه، بيقل الحافز بالضبط.
assessment of patient needs essential and must consider that following. اللي هون بحكي لك اللي هو يعني تقييم احتياجات المريض، لازم تراعي فيها بعض الأمور اللي هي مثل ال ensure physical need are met. These include natural need, sleep and self care need. اللي هو هون بقول لك الاحتياجات المادية اللي يحتاجها المريض كأشياء ملموسة، اللي هو الغذاء والنوم والرعاية الذاتية لهذا المريض. لأن هيبقى فيهم قصور. ليه فيهم قصور؟ لأن احنا دلوقتي نتيجة الأسسمنت إن عنده lack of motivation أو decreased motivation. هو قيمة الحافز وإن يكون عندنا حافز ودافعية وحماس، إيه؟ إن ده بيشجعنا على القيام بتاسك معين، خلاص؟ فنقص الحافز ده بيخلي بالتبعية المريض ينقص اهتمامه بتلبية احتياجاته الأساسية والشخصية، اللي منها إيه؟ اللي منها الفيدينج أو النيوتريشن، ان ياخد الكافي من او يتناول الكافي بالنسبه له من الاكل، اللي منها السليب ان هو ياخد القسط الكافي من الراحه والنوم، اللي منها السوشيال انتر اكشن. يبقى هي كل ده بين قوسين، كل اللي احنا قلنا عليه بين قوسين سيلف كير ديفيسيت. السيلف كير ديفيسيت اللي هي نواقص في تلبيه الشخص لاحتياجاته الشخصيه او الاساسيه، ناتجه من ايه؟ الموتيفيشن متاثر بلس انشغال الشخص بالهلوسينيشن. هو كل اهتمامه وكل تركيزه على المحتوى الهلوسينيشن، سواء كان بقى على حاسه السمع، الرؤيه، الاخر. فده بيخلي ان في مشكلات في تلبيته لاحتياجاته الايه؟ الاساسيه اللي احنا علينا بدورنا ان احنا نقيمها عشان نقدر نشوف هنساعده ازاي. من تايم سيفتي risk assessment must be undertaken as patient may become risk themselves or others. دكتور هون بحكي لك انه يعني بدك تحافظ على الحفاظ على سلامة هذا المريض من انك تقيم المخاطر اللي ممكن يصل عليها هذا المريض، يؤذي فيها نفسه او يؤذي فيها غيره. زي ما اتفقنا لازم تبقى سيف انفايرمنت، كل معايير السلامه والامان متوفره فيها. لازم يبقى في متابعه وملاحظه دقيقه للمريض وحسيسه بشكل يغطي طول الوقت، علشان خاطر المريض عنده سليب ديستربنس على فكره، مش كده؟ مش دي ضمن المشكلات اللي بيتعرض لها، عنده مشاكل في النوم، فممكن في اي وقت اي وقت يمر بيها او يمر فيه بالهلوسينيشن ويسمع الاصوات اي وقت بقى على مدار اليوم، مش شرط في وقت معين، ممكن بالليل يسمع للأصوات دي، وسلام لو رسالة أميرة اليوم بشيء معين. فإحنا لازم نبقى مطمنين إن الانفايرمنت يتوفر فيها معايير السلامة بشكل كبير جدا أو بشكل عالي جدا، تمام؟ ده كله ليه؟ علشان بين قوسين نقلل الريسك سواء كان ليه أو لأي حد. مونيتور فور وذ دراون بيهيفير، اللي هو بدك تراقب اللي هو علامات الانسحابية لا في السلوك لهذا المريض. كنت متوقعة تقول كده يعني. لا، مش علامات انسحابية. withdrawal behavior. withdrawal behavior غير ال withdrawal syndrome اللي انت بتتكلم فيه. الأعراض الانسحابية دي حاجة اسمها withdrawal syndrome. الناس اللي هي بتاخد drugs أو drug dependent وفجأة cut، بتعمل له cut suddenly. لكن انت هنا بتتكلم على السلوك الانعزالي أو السلوك الانطوائي. لازم ما تتركش المريض ده لفتره منعزل لوحده، ما تضمنش زي ما اتفقنا يكون يستجيب لاي رساله، فده يبقى ريسك بالنسبه له انه اترك لوحده. حتى لو قاعد معانا ماشي، ما بينشغلش في اكتيفيتي معينه، لكن حوالينا، لكن بنراقبه، بنراقب تصرفاته وحركاته. لكن يبقى منعزل بشكل كلي، ايزوليتد في غرفه لوحده، ده مش مطلوب. او ان احنا نبقى عاملين مونيتور للقصه دي، لكن ما نتركوش بدون متابعه. بس هنا اسمه withdrawal behavior يا احمد، سلوك انطوائي او سلوك انعزالي، مش اعراض انسحابيه. تمام. assessment for the disturbances in thought process. اللي هون بدك تشوف، بدك تقيم اللي هو تفكير المريض لوين متجه.
نيرسينج ليد intervention. كمل يا وأحمد خرب دكتور، يمكن فصل النت عنده. توقعت. طيب انت جاهزه يا تسنيم؟ ايه دكتور جاهزه. طب يلا، انت رفعتي السيمينار؟ لا مو راضي ينرفع للحين. طيب شوفي ايه المشكله مع لجنه التعليم والتعلم الالكتروني يا تسنيم. طيب كيف الحين؟ نعم كيف الحين بعرضه؟ والله دي بقى مش مشكلتي انا يا تسنيم، يعني دي هتبقى مشكلتي انا، ما هو انا مش عندي عشان افتحه لك من عندي. اتفضل يا احمد. اكيد احمد رجع تاني. اتفضل. لا اتفضل اتفضل، مفيش مشكله. هون دكتور بحكي لك انه nurses need to listen to client with acute mental illness اللي هو understand their communication difficulty. لو بقول لك دكتوره هون اللي هو الممرضه يعني بدها تسمع للمريض وتحاول تتواصل معه اللي هو عشان تشوف اللي عشان تراقب السلوك تبعه، يعني سلوك هذا المريض، نلاحظ اي شيء غير طبيعي. تمام. اللي هو من خلال دكتوره انها تظهر له بعض العواطف الكايندنس والكومبيشن، وممكن وتنزل نهاية اليوم تكتب عنه ريبورت في أنا نيو بروبلم لهذا المريض. واحنا كمان لازم نكون نتمتع بالبيشنس، يكون عندنا من الصبر يعني. يعني انت تو اتس امبورتنت تو شو كايندنس كومباشن اند بيشنس، يعني احنا لازم يكون عندنا من الصبر، لان قصه الاصغاء دي محتاجه مننا مهاره معينه، ومحتاجه فعلا ان احنا نبقى منصتين بمنتهى الدقه للمريض عشان نقدر نتبع الصعوبات والمشاكل اللي بيتعرض لها. محتاجين يكون عندنا صبر يعني. يا أحمد يا تسنيم، قبل ما أحمد يرجع لنا، تسنيم أنا هديكي فرصة بس ده آملة إن ما يحصلش مرة تانية سواء كان منك أو من أي حد تاني. شوفي أنت إيه مشكلتك على المنصة، أنت بعتها من بدري، تواصلي مع لجنة التعليم الإلكتروني، مش أنا اللي هفيدك في الجزئية دي يا تسنيم. المرة الجاية كوني جاهزة، خلاص؟ يوم ال خلاص تمام، المرة الجاية الخميس إن شاء الله كنا من أهل الدنيا. ماشي هتكوني الحين بحاول، بحاول من اللابتوب. شوفي حاولي. ونشوف ايه الوضع في نهايه السيشن. المره الجايه كمان في رانيا، يا رانيا دكتوره سامعاني حبيبتي؟ كوني جاهزه. ان شاء الله. الاجريشن ساجده وفاتن، سامعاني يا بنات؟ نعم دكتوره. يا ساجده انت وفاتن، موضوع انتوا عندكم موضوعين دلوقتي، لان لسته الموضوعات كتيره شويه، فانا زودتكم موضوع السويسايد اللي هو الانتحار بالاضافه للانتي سايكوتيك. خلاص تمام. انت وفاتن او ساجده وفاتن، تيماء واماني سامعيني يا بنات؟ تيماء واماني انتوا موجودين معايا على الليست، سامعيني؟ تيماء يا اماني ويا تيماء، زودتكم موضوع الانتي مانيك دراج بالاضافه للانتي ديبريسنت. طيب خلينا لغايه ما نشوف قصه احمد ايه، أكمل معاكم بقية الشيت، المنتال هيلث اسسمنت شيت. أوكي دكتورة تفضلي. بدي أسألك سؤال. قولي. هلا هاي في سندروم اسمها توريت سندروم، تعرفيها صح؟ قولي حبيبتي تاني، ما سمعتكيش. في إيه؟ سندروم اسمها توريت سندروم، ده يتبع إيه بقى؟ يعتبر دكتورة من السايكياتريك النسز ولا لا؟ لا وليدي أنا ما سمعتش صح والله، أو اكتبي على الشيء. طب لا اكتبي عشان الاسبلينج.
اكتبي لي على الشات. دكتوره تفضل تفضل النت عندي كمان مره. تفضل، انا خرجت من الشير بس تفضل. اكملها دكتوره؟ ارجع لك الشير تاني. بقول لك هون انه nurses need listening to client. Okay, many client with mental health problem suffer from acute psychosis. Episodes that have major impact their own. لو بقول لك هون بقول لك دكتور اللي هو مريض الفصام يعني ممكن يصير عنده اللي هو زي صراع عاطفي. وبكون عنده العديد من المشاكل، يعني من المشاكل من نوبات الدهان، وبتأثر على حياته العائلية والعاطفية بشكل عام يعني. تمام. بقول لك some people diagnosed with schizophrenia experience auditory and visual hallucination، اللي هم مرضى المرضى اللي بيعاني من الفصام بكون معظم، يعني المعظم منهم بكون أسبابه اللي هي الهلاوس السمعية والبصرية. conclusion آخر شيء. بص يا أحمد، بس علشان الجزئية اللي قول معي management nursing management ينقصها nursing diagnosis. يعني أنت كلمتني في intervention إجمالا، تفهمني؟ يعني عملت، يعني انت عانيت بالاسسمنت والانترفنشن اجمالا، لكن ما مشيتش على الستبس اوف نيرسينج بروسس اللي هو يلي الاسسمنت ايه النيرس، فين البلان يعني نيرسينج دايجنوزيس والاوبجكتيفز والانترفنشن لكل دايجنوز. فدي جزئيه دي مهمه برضو، زي ما كان يمكن زميلتك من قبل برضو عندها نفس القصور، فيا ريت تكمل بموضوعك بسلايدات تكمل في الاخر سلايدات قبل الكونكلوجن وقبل الانترفنشن، ايه الدايجنوزس وايه الاوبجكتيفز. تمام. اوكي تفضل. يعني كونكلوجن دكتوره، هم بقول لك الوسينيشن بيرسبشن ذاك ذا كونشس stay without any significant effect of a stimuli. بحكي لكم دكتور اللي هو الهلوسة يعني هي تصورات أو خلل في عملية البرسبشن، خلل في عملية من دون يعني ما فيها منبهات حسية. طيب ماشي يعني. يعطيك العافية. الله يخليك يا يعني. توفيق إن شاء الله. يا أماني، مين اللي سألني؟ أميمة دكتورة. أماني؟ أميمة. أميمة، يا أميمة حبيبتي، تورتي سندروم دي مشكلة بتأثر أو كونديشن فيها تأثير على البرين والنيورولوجيكال، يعني على البرين وعلى النيرف. تمام؟ بينتج عنها إنه الشخص بيقعد يؤدي حركات معينة بشكل يمثل تكس، حركات أو أصوات زي تكس كده، زي لازمة سواء كانت موتور أو فوكال، يعني لازمة حركية أو على مستوى الكلام أو الصوت. يعني بتبقى المشكلة دي موجودة أو الأعراض دي عادة بتبتدي في الطفولة أو مرحلة الطفولة، وبيتراوح شدتها من المايلد للسيفير. بس دكتورة ما لها دخل بالسايكياتريك إلنسز؟ لا، هي تعد في إطار برضو بتسبب يعني تعد في إطار سايكاتريك ديستربنس، لأنه لما يفضل الشخص بيكرر لازمة معينة أو حركة معينة ليها تأثير عليه يعني. لكن كتقصدي بقى تندرج تحت السايكوزس؟ لا، يعني مش تندرج تحت لا، هي نيورولوجيكال. تمام. ماشي طريقي. تسليم، عملتي ايه يا تسنيم؟ قاعدة أحاول أرفعه. طيب لغاية بقى ما تحاولي عشان أستغل الوقت. خليني أكمل معاكو الشيت، الأساس من الشيت. دكتورة؟ يا حبيبتي اتفضلي. دكتورة إيه يا منيرة؟ أنا بشوف تكست بيدار على الواتساب بس ما شفتيه مرة. أنا مستمعة. واحدة يا منيرة، واحدة عشان أسمعك صح، قولي.
بحكيك بعد صوتك قطع حبيبتي، قولي تاني. بعتلك اياه على الواتساب السيمينار، شفتيه يا دكتوره؟ لا يا حبيبتي ما شفتهوش، ابعته لي بقى على المنصه على طول لو سمحت. مش انت بعتيه قبل واديتك تعليق عليه؟ خلاص يعني يا ريت اللي يبعت، لانه لما يكون كذا مساق كل حد بيبعت لي مره واثنين بيبقى صعب شوي، فيا ريت اللي يبعت مره، ولو انا قلت له في تعليقات معينه عدل عليها توكل على الله ويرفعها على المنصه. اوكي تمام. طيب خلينا بقى نكمل الشيت بتاعتنا. خلصنا احنا المره اللي فاتت كلامنا، وصلنا لغايه الايه، الايموشنال اسسمنت. احنا شرحت لكم الانسايت ولا لسه؟ لا لسه لسه لسه. وصلت لفين؟ اتنشن كونسنتريشن جنرال انفورميشن والجادجمنت، صح كده؟ في عندي اللوجيكال ثينكينج اللي هو ازاي اقيم قدره المريض على التفكير، في الابستراكت وفي الكونكريت ثينكينج. دول نمطين من التفكير. ايه الابستراكت؟ يعني ايه الابستراكت ثينكينج؟ اللي هو المالتي دايمنشنال ثينكينج، بمعنى ان قدرة المريض على التفكير ذات ابعاد متعددة. يعني ايه؟ يعني لما على سبيل المثال لما اقول للمريض مثل شعبي معين، احدى او واحد من الامثال الشعبية اللي عندنا، واقول له فصل لي معنى المثل ده. خلاص على قد فراشك. نعم على قد فراشك مد رجليك. على قد لحافك مد رجليك مثلا. ده المقصود بيها ايه؟ من يتوفى لديه القدرة على التفكير بالشكل الابستراكت، ابستراكت يعني مجرد، يعني بيديني الخلاصة. من يتوفى لديه القدرة على التفكير بهذا الشكل فهو بيديني المعنى المقصود منتهى الخلاصة، وإيه الفار مينينج لمعنى هذا المثل. فبيبقى مقصود من على قد لحافك مد رجليك، يعني على قد ظروفك المادية على سبيل المثال بتتعايش. تمام؟ ده لما المريض يرد عليا او يديني الرد او التفسير بهذا الشكل، يبقى انا اجي اعلق على النمط التفكير او لدي القدره على الابستراكت ثينكينج. ايه قصه الكونكريت؟ الكونكريت وان دايمنشنال ثوت. يعني ايه؟ يعني تفسير المريض ذات بعد للامثال هنا او للمعاني هنا ذات البعد الواحد. لما اقول له على قد لحافك مد رجليك، يقول لي يعني انا لو عندي فرشه او عندي لحاف بطول معين بفرد جسمي على قد هذا الطول. هو ده المقصود من المثل؟ هو ده المقصود من تفسير او ده تفسير المثل المقصود؟ لا، هنا قدرة المريض على التفسير ايه؟ بشكل سطحي او بشكل يمثل بعد واحد. ده الفرق ما بين الابستراكت والكونكريت ثينكينج. الانسايت، ايه هي بقى البصيرة؟ في عندي سايت وفي انسايت. السايت اللي هي البصر، انسايت البصيرة او الاستبصار. معناها ايه؟ معناها regarding the patient's ability to recognize his or her illness, nature of his illness, causes and beliefs. يعني ايه؟ يعني البصيره هنا بتعني قدره المريض او قدره الشخص على انه يعرف او مدرك لمرضه وطبيعه مرضه واسباب مرضه وهو موجود فين وايه المكان اللي هو موجود فيه. يعني المفروض انه في حالة الانسايتفول، وجود البصيرة الكلية لدى المريض، فهو عارف هو ايه المرض اللي عنده، ان هو بيعاني من مرض او اضطراب نفسي معين. سبب المرض ممكن يكون عامل جيني او وراثي، او ممكن اسباب او ضغوطات معينة بيمر بيها. وهو موجود فين؟ عارف ان هو ايه؟ في مستشفى لعلاج الامراض النفسية. خلاص؟ لو توفر للمريض القدرة على إدراك هذه الأمور كلها فهو في حالة بصيرة كلية. طيب لو مش مدرك كل هذه الجوانب يبقى عنده بصيرة جزئية اللي هي البارشال انسايت. يعني إيه بقى؟ يعني ممكن يبقى عارف إن هو مريض بس، لكن مش عارف طبيعة مرضه. خلاص؟ يعني إيه مريض بس؟ يعني هو عنده مشكلة أورجانيك مثلا. مرت علينا قبل كده، حد جه قال لك إيه؟ أنا كان عندي مشاكل في السنان ومش عارف ليه حجزوني. أو عنده هيدك، أو عنده مشكلة في الجي آي تي، فعارف إنه مريض بس، لكن مش عارف إنه مريض نفسي. خلاص؟ وعارف إن هو موجود في مستشفى الأمراض النفسية، وده اللي بيخليه يرفض إن هو يفضل موجود، لأن هو أصلاً مريض عنده مشكلة عضوية مش مشكلة نفسية.
إذن في حال البصيرة الجزئية إن المريض قد يدرك بعض الأشياء ويغفل الأشياء الأخرى أو غير مدرك للجوانب الأخرى، عارف إنه مريض لكن مش مريض نفسي، عارف إنه موجود في مستشفى الأمراض النفسية، أو مش إنه هو مريض بالمرة، حد قبل كده مر عليه وقال لك أنا كنت جاي زيارة وحجزوني مش عارف ليه، ويفضل بقى بناء على فقدان البصيرة أو البصيرة بشكل جزئي طلب واحد من المريض طول الوقت، كل ما يشوفنا طول الوقت عايز يخرج من المستشفى، عايز يقابل الدكتور علشان يكتب له على خروج، لا يمتثل لفكرة الهوسبيتاليزيشن أو فكرة إنه ياخد العلاج، رافض العلاج، ليه؟ لأنه هو أصلا مش معترف إنه هو مريض أو عنده مشكلة أو خلل في البصيرة. الإنسايت ليست أو حالة الدنايل اللي هي الإنكار، لا عارف إنه هو مريض ولا عارف هو مريض بإيه ولا عارف إيه سبب مرضه، طبعا إنه مش معترف إنه مريض ولا عارف هو موجود فيه. أوكي؟ الانسايت من عدمه بتعكس لنا او ليها علاقه بنوع الادميشن، ليها علاقه بنوع الادميشن. لو نفتكر ان الادميشن قبل كده لما ذكرنا انواعها قلت عندي فيه الفولنتري ادميشن اللي هو المريض جاي بكامل ارادته، تمام، لانه هنا معناه ان هو على بصيره بان عنده كومبلين معينه او عنده مشاكل معينه فجاي بيطلب العلاج او بيطلب مساعده، اذا لما يجي لي المريض بارادته فمعناها ان هو في حاله بصيره. وبتعكس لي كمان البصيرة أو حالة الانسايت الاتيتيود بتاع المريض لدى التورد الهوسبيتاليزيشن والتريتمنت، إن هو فعلا متقبل فكرة الهوسبيتاليزيشن ومتقبل فكرة الامتثال للعلاج. أما المريض لما يبقى فاقد للبصيرة أو في حالة إنكار لمشكلته ومرضه، فهنلاقي إن شكل الأدميشن جاي إزاي؟ جاي بالشكل الانفولانتري، نوع الأدميشن involuntary يعني جاي عن غير ارادته. يعني ايه جاي عن غير ارادته؟ يعني مش هو اللي جاي بنفسه، لا ده تلاقيه هو وناس من حواليه قد كده او مقربين ليه وجايين تحايلوا عليه وعملوا قصص وافلام عشان يجيبوه على هذا المكان. فكره بقى امتثاله والاتيتيود بتاعه تجاه انه يستمر في المستشفى او يستمر في الـ في الـ في الادميشن او الهوسبيتاليزيشن ويمتثل العلاج، دي فيها مشقه ايضا. جماعه اللي فاتح مايك، طيب الايموشنال اسيسمنت، هنا لما بنقيم الجانب اللي مرتبط بالحاله الانفعاليه او العاطفيه بنشوف المود، ايه مشاكل المود، وات مود داز ذا كلاينت كونفي، ايه طبيعه الحاله المزاجيه لدى المريض. طيب احنا نقدر نعرف المود ازاي؟ اعرف مشاعر المريض او الحاله المزاجيه بالنسبه له ازاي؟ من خلال ايه؟ يا جماعه عيد السؤال دكتوره، اعرف ازاي اقيم المود؟ ازاي اقيم الحاله المزاجيه لدى المريض؟ من خلال ايه؟ ممكن يكون دكتور من فيشل اكسبريشن اول شيء. اهي ما موجود قدامكم بين قوسين يا جماعه. ديتكتد باي بيشن فيشل اكسبريشن. تعبيرات الوجه، الجانب النون فيربال يعني. ايه كمان؟ الموتور اكتيفيتي. نشاط المريض، نشاطاته الحركيه شكلها ايه؟ لما المريض مثلا في حاله ديبريشن نشاطه الحركي واللفظي شكله ايه؟ مريض الاكتئاب هيبقى وضعه النشاط ها؟ هيبقى ايه؟ ما عنده يا دكتورة نشاط حركي. هيتحرك هيبقى اكتف بالشكل الطبيعي ولا هيبقى فيه سايكوموتور ديستربانس؟ لا ما رح يتحرك زي وضعه الطبيعي. مش شرط على فكرة، هقول لكم على حاجة، في حاجة بين قوسين كده اسمها سايكوموتور ديستربانس، يعني خلل في النشاط الحركي واللفظي. هو اللي بنلاقيه ان هو ما بيتحركش. طب لما هو ما بيتحركش بيبقى ايه؟ ميوت. يبقى هنا الحالة المزاجية انعكست من خلال ايه؟ نشاطاته الحركية والنشاط اللفظي، مش كده؟ طيب لو اتكلم، لو اتكلم هيبقى فحوى كلامه أو محتوى كلامه هيكون إيه؟ متدمج. بيعكس لي الحالة المزاجية اللي هو عليها. هيتكلم عن إيه؟ يعني مريض السيفير ديبريشن اللي عنده اتجاهات وأفكار انتحارية، الحديث والكلام اللي هيكلمني فيه هيتكلم عن إيه؟ لما يبقى عنده أفكار واتجاهات وميول انتحارية، عن الموت وعن نهاية العالم وعن الخلاص وإنه عن توصية ليه معينة، مش كده؟ يبقى هنا الـ 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 الأشياء اللي هي بتساعدني في تقييم الحالة المزاجية أو مشاعر المريض الفيشال اكسبريشن بالنسبة له شكلها إيه؟ النشاط الحركي شكله إيه؟ واللفظي أيضا شكله إيه؟ يبقى الكونتنت
الكونتنت اوف توك الموتور اكتيفيتي والموفمنت. طب ايه الحاله المزاجيه هنكون على شكل ايه، او ايه الانواع الانماط المختلفه من مشاعر المريض؟ ممكن سادنس، حزن، تمام، لدى زي الحزن بس الحزن اللي هو غير طبيعي بالشكل المضاعف لدى المريض في حال السيفير او الميجر ديبريشن. ممكن انكشس، قلق، انجري، حاله من الغضب اللي بتسبق حاله الاجريشن، شينفول، خزي، ديبرست، اكتئاب، وتفاصيل ثانيه اخرى زي ايه بقى؟ الهيلبلس الديسبير والهيلبلسنس والهوبلسنس. يعني عاده لما اقول ان المريض ديبرست يبقى وارد جدا الاقي فيه مشكلات في المود زي حاله السيفير سادنس او جريت سادنس، حزن كبير، ويصاحبها هيلبلسنس، هوبلسنس. فرايتند، ممكن يبقى المريض في حاله خوف. اندفرنس، لا يبالي، حد كده كيرلس يعني على مستوى الحاله المزاجيه، ما فيش اي تفاعلات وما فيش اي ردود فعل ولا استجابه بالمره. امبيفلنت، ممكن يكون متناقض. اليتد، العكس بقى. ايه هي الاليشن؟ يعني ايه اليشن؟ الشعور بالسعاده. ايوه، البهجه والسعاده والزهو، تمام، هي حاله الايفوريا اللي هي اعلى ارتفاع او اعلى حالات المزاج، يعني مزاج المريض عالي جدا جدا، حاله من المود اليفيشن او الاب مود. اكسسيف فيلينج اوف ويل بينج، مبسوط جدا، حاسس انه مبسوط جدا، في اور فيلينج تو جود، في حاله من السعاده المطلقه. اكسالتيشن، انتنس هابنس برضه، ويز فيلينج اوف جراندير، اللي هو الايفوريا، الايفوريا والاكسالتيشن، دي كلها حالات من الايه، السعاده والبهجه والزهو. ده كان بالنسبه للايموشنال اسسمنت. السوشيال اسسمنت، هنا التقييم للجانب الاجتماعي بقى ماله، يتضمن ايه؟ سيلف استيم، اللي هو تقدير الشخص لذاته. اتس ا كلاينت جادجمنت اوف هيم سيلف اور هير سيلف امبورتنت تو سيلف اور اذرز لايكينج سيلف، هو هنا تقدير الشخص لذاته، هو شايف نفسه ازاي، بيقدر نفسه ازاي، تمام، شايف ايه اهميته لنفسه وللآخرين. إيه أنماط السيلف استيم بقى؟ السيلف استيم عندي يا رياليستيك يا هاي يا لو سيلف استيم. رياليستيك أو البوزيتيف سيلف استيم، إن تقدير الشخص إحنا إزاي بنقدر نفسينا؟ على حسب ما إحنا إيه لدينا من مواضع قوة وإيجابيات، وبالمقابل إيه لدينا من نواقص. إحنا بشر، في حد فينا في درجة كمال مطلق، في حد فينا كبني آدم في درجة كمال مطلق؟ أكيد لا، مش كده؟ لكن في لكن احنا عندنا ايه؟ عندي عشان اقدر اقدر نفسي واحسن التقدير ابقى عارفه كويس قوي انا عندي 1 2 3 الاخر من الايجابيات ومواضع قوه، في المقابل عندي 1 2 3 عندي مواضع نقص، كاي بني ادم عادي عندنا من الابيليتيز وعندنا من الليميتيشنز او الديفيشنسي. طيب انا شايفه نفسي بالشكل الواقعي، فبيبقى هنا عندي الرياليستيك سيلف استيم. اقدر انا اقيم الجزئيه دي ازاي يا شباب؟ يعني انا اقدر اعرف الشخص اللي قدامي، اللي قدامي السيلف استيم بالنسبه له هي رياليستيك ولا هاي ولا لو من خلال ايه؟ ازاي ان انا اقيم اريا زي كده او جانب زي ده؟ دكتور لما يكون على علم مثلا بحالته ووضعه الصحي وعارف انه هو بده مثلا مساعدة او علاج، هيبني ازاي من تصرفاته، يعني مثلا إيه؟ ما هو ده اللي انا عايزه، ايه الكلمة اللي انا عايزه اسمعها، يعني يبقى من ايه؟ من الاتيتيود بتاعه، يعني مش كده؟ يبقى من الاتيتيود بتاع اللي قدامي، مش كده؟ من الاتيتيود اللي ظاهر على الشخص اللي قدامي، هو بيتعامل ازاي مع اللي حواليه. يعني احنا مش ممكن على سبيل المثال بيصادفنا ناس بتتعامل معانا بنوع من الفوقيه، او بتتعامل مع اللي حواليها بنوع من الفوقيه، مش كده؟ شايفه نفسيها فوق البشر. انا عرفت ازاي؟ مش من تصرفاتها، من الاتيتيود بالنسبه لها اللي صادر منها، صح؟ يبقى اذا انا اقيم سيلف استيم، اقيم السيلف استيم بناء على الاتيتيود بتاع الشخص اللي قدامي، هو بيتصرف مع اللي حواليه ازاي. فيا اما هيطلع لي نموذج الرياليستيك سيلف استيم، وده النموذج الصح،
او البوزيتيف سيلف استيم، ان شخص مقدر لنفسه او معطي نفسه حق تقديرها وبالشكل الواقعي والمنطقي، او هاي سيلف استيم دي مشكله، دي مشكله، هي الهاي سيلف استيم دي مشكله، واللو سيلف استيم مشكله اخرى، انه يتعامل مع اللي حواليه بطريقه فيها تعالي او فيها فوقيه. مين الناس اللي عندها الهاي سيلف استيم؟ عاده الناس اللي في حاله المانيك او اثناء المانيك اتاك، اللي هو مع حاله الانبساط الزياده والبهجه والزهق، تلاقيه عنده هاي سيلف استيم. اللو سيلف استيم بيتعامل او عنده مشكله في السيلف استيم، ويبان من خلال الاتيتيود ان هو شايف نفسه لا شيء، شايف نفسه بنظره او مقدر نفسه بنظره دونيه جدا. طيب مين الناس اللي عندها مشكله زي كده؟ عاده مرضى الدبريشن، مرضى الاكتئاب الشديد، تلاقي عنده مشكله في السيلف استيم تحت عنوان لو سيلف استيم. هو شايف نفسه لا عنده اي ايجابيات ولا مواضع قوه، ونظرته لنفسه نظره دونيه. طيب اي سؤال او اي استفسار؟ اي سؤال او اي استفسار؟ كله تمام دكتوره. طيب عندنا برضو بنعمل اسسمنت للانتر بيرسونال ريليشن شيب. ايه هي بقى علاقات المريض؟ الابيليتي از ذا بيشنس، عفوا، از ذا بيشنس ريليشن شيب تو اذرز ان هيز انفايرمنت. نشوف علاقات المريض بالاخرين في الانفايرمنت اللي عايش فيها. تراست ريليشن شيب، لديه او يتمتع بعلاقات مبنيه على الثقه مع البيرنت، مع البراذر، سيستر، انت، انكل، فريند. هل محيط علاقاته مع اهله او شكل علاقاته مع اهله، اخواته، والده، والدته، قرايبه، مين اللي اقرب ليه؟ مين الشخص اللي هو يعتبر هو is the support system، مين أكتر حد قريب لي، with whom does the patient feel comfortable and at ease and why، مين مع مين بيحس بارتياح وارتياح وبسهولة في علاقة معاه، وليه وإيه الأسباب. يعني ممكن يبقى حد فينا قريب قوي لبابا أو قريب لمامته أو قريب لحد من إخواته أو قريب لحد من قرايبه أو أصدقائه، يعني في حد كده في حياته هو ده اللي بيعتبر الأنتيم قوي بالنسبة له. وإيه السبب؟ support system، support system who in the family is most supportive and helpful to the patient. مين من الأسرة المريض يعتبر؟ دكتورة تفضلي. الله يعطيك العافية. يا رب يخليك. دكتورة هلا بلشت عندنا الكريتيكال. طيب خلاص خلينا إن شاء الله المرة اللي جاية بنكمل، هي كده كده السيشن أوريدي قربت تخلص. طيب يا رب يخليك. يا تسنيم ارفعي السيمينار بتاعك، وبقيت الناس راجعوا لتشيك الليسته بتاعه السيمينارز علشان تعرفوا موعدكم كويس. اوكي، القاكم على خير ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم بامر الله تعالى. سلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافيه. الله يعافيك، في امان الله وحفظه.